وينضم إلينا دكتور عروة سويطات، مخطط مدن وعضو اللجنة أو عضو لجنة البلدية للمحافظة على المباني التاريخية في مدينة حيفا. مرحبا بك دكتور عروة. هلا ريما، تحياتي. أولا أريد أن أبارك لك بالحصول على شهادة الدكتوراه، وثانيا في سياق يحتاجه المجتمع العربي، وثانيا أريد أن أسألك ما رأيك في بدء هذا المشروع، تخطيط في وادي النسناس، خصوصا أن المواطنين متخوفون كانوا في البداية من هذا المشروع؟ طبيعي يعني يكون في عدم ثقة وعدم تخوف، لأنه إحنا يعني على مدار عقود عانينا في حي وادي النسناس وفي المركز التاريخي الحفاوي بشكل عام من تجاهل ومن عدم تخطيط ومن عدم اكتراث عمليا لا لهويتنا ولا لتطوير الأحياء ولا لترميم المركز التاريخي. ولكن هذا المخطط هو لأول مرة عمليا بتم تغيير هاي المعادلة، تغيير هذا المسار لأول مرة في خطوة اللي هي بدها تجري عمليا اعتراف وتخطيط اللي يحافظ على الحي وعلى هويته وعلى الموروث المعماري التاريخي. وهذا أول خطوة اللي هو موجود في المخطط، اللي هو مسح المحافظة على المباني التاريخية، على أكثر من 280 مبنى تاريخي اللي تم المحافظة عليهم من خلال مسح المحافظة اللي أنا عمليا كمان قدته في لجنة المحافظة على المباني التاريخية في البلدية، اللي هو جزء أساسي من هذا المخطط. وكمان إنه هو بيطور الحي كحي للسكان، لخدمة السكان بالأساس، بيحط مصلحة السكان في رأس سلم الأولويات، وأيضا كمركز اقتصادي وأيضا كمركز ثقافي، كمعلم اللي بعمليا بيأسس الموروث التاريخي والحضري لمدينة حيفا، وأيضا كمركز ثقافي مجتمعي وقلب عرب المجتمع العربي في حيفا وقلب المدينة بشكل عام. فعمليا يعني هذا المخطط هو بحط حد في حال تمت المصادقة عليه، وبحط حد عمليا لمسلسل التجاهل اللي عانينا منه على مدار عقود. فهي يعني أنا ببارك بهاي الخطوة. طبعا في عنا كثير مطالب اللي هي خارج التخطيط، اللي هذا المخطط ما بيحلها. يعني هو هذا المخطط مش سحر، يعني هناك الكثير من التخوفات كما شاهدنا في التقرير من المواطنين، حل موقف السيارات، قضية البيوت التي يعني تسيطر على جزء كبير منها شركة عميدار، مشاكل أخرى تتعلق في يعني الطرقات، في البناء التحتية. هل برأيك هذا المخطط يجيب أولا على هذه الاحتياجات؟ يعني بالنسبة لعميدار طبعا لا، يعني إحنا منعاني من قضية عميدار، هي قضية سياسية عقارية خارج التخطيط، هي بتأثر على البنية التحتية في الملكية في حي وادي النسناس. أنا بدي أذكر الجميع أنه يعني المركز التاريخي العربي الفلسطيني في المدن عامة، مش بس على فكرة وادي النسناس هو نموذج، بس كمان في يافا، كمان في عكا، كمان في اللد، وادي النسناس 40% تقريباً من المباني التاريخية، من المباني اللي موجودة في الحي، هي عمليا بتستولي عليها شركة عميدار الحكومية. يعني احنا بنحتاج لحماية من استمرار الغبن التاريخي اللي بتقوده شركة عميدار، اللي بتتجاهل احتياجات السكان، تهمل المباني حتى تصبح آيلة للسقوط، بتهدد بإخلاء السكان من بيوتهم، تلقي عبء الترميم وتكاليفه الباهظة على كاهلهم، وفي نفس الوقت بتبيع البيوت، بتبيع المخازن، بتبيع الساحات لمستثمرين اللي بهمهم بس الربح، أو لحتى قوى مختلفة غريبة عن الحي اللي ما بهمها لا السكان ولا الحفاظ على هوية الحي ولا على الإرث التاريخي الخاص فيه. ففي أنا بحذر عمليا من مخاطر العلاقة بين شركة عميدار وبين شركات خاصة اللي هي بتهدد بشكل فعلي هوية الحي. ولكن في نفس الوقت هذا المخطط هو راح يتيح للسكان، بالذات السكان المحميين اللي بسكنوا في مباني اللي بتديرها شركة عميدار، إذا تمت المصادقة على المخطط إنه هني يقدروا يأخذوا قروض إسكان، يقدروا عمليا يستملكوا هاي البيوت. لأنه اليوم إذا ساكن المحمي تم تعريض بيته للمناقصة، هو ما بيقدر عمليا يأخذ قرض إسكاني من البنوك، لأنه ما في تخطيط في حي وادي النسناس. فإذا صار في مخطط، هذا على الأقل بيتيح مجال للسكان المحميين اللي بدهم يشتروا بيوتهم إنه يكون عندهم إمكانية إنه يشتروا هاي البيوت، وهيك بيحموا عمليا مش بس الموروث المعماري التاريخي، أيضا كمان الوجود العربي في هذا الحي. رائع، ولكن يبقى سؤال الآخر، هل المخطط بما
بعيداً عن شركة عميدار وما تملكه من بيوت يحل أو يحل بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنين وذكرت في التقرير وكنت على سمع بها؟ طبعاً يعني هو أهم مشكلة إحنا بنعاني منها في حي وادي النسناس هو إنه على مدار أكثر من 70 سنة، يعني آخر مخطط تخيلي هو من 1934، كل هاي على مدار عقود عملياً منذ النكبة حتى اليوم، الناس عملياً بنت بشكل اللي هو يعتبر غير قانوني. يعني إحنا بوضع اللي إحنا بنينا من أجل احتياجاتنا الخاصة، محتاج احتياجاتنا الاجتماعية والإسكانية في حالة حتى في صراع بقاء، وهذا بحسب الوضع القانوني الحالي التخطيط الحالي يعتبر غير قانوني. فالمخطط عمليا بنهي هذا الغبن التاريخي، هو بيتم عمليا اعتراف في تخطيطي في كافة المباني في كافة إضافات البناء اللي كانت هاي. واحد اثنين بتيح للسكان إنها تسجل بيوتها ترتب الملكية تبعتها من ناحية العقارية، ثلاثة بتيح كمان لأي إنسان بده يطور المبنى تبعه في الحي إنه يطوره بشكل اللي هو كمان عمليا بحافظ الحي. وأهم إشي بهذا المخطط إنه هو بيجي بتعامل بفكرة التجدد المديني بشكل حساس، بشكل مع روح، مع قيم، مع مبادئ، اللي أهمها هو المحافظة على المباني التاريخية. وهذا اللي أنا حطيته عمليا في مسح المحافظة على المباني التاريخية، 280 مبنى حميناه، وإذا تم المصادقة على المخطط رح نقدر نحميه بشكل نهائي. لليوم أي حدا بده يجي على وادي النسناس ما بيقدر يهد ولا أي مبنى تاريخي في الحي. نأمل بأن يجد هذا المخطط طريقه إلى حيز التنفيذ. دكتور عروة شكرا جزيلا لك.